رواد التميز. إنما الخطوات أولى المجد، فخذ العزمات وقت الجد، لا تقل ذاك هو الإعجاز. ها نحن رواد الإنجاز في مدارس الجامعة الأهلية، نطل عليكم من جديد بعد أن مضت في مسيرتها أعواما وأعواما. أتينا حاملين حقائب منجزاتنا بنشوة فخر تغشى أرواحنا، نتباهى بألق مشاركتكم إياه بعد أن نثرنا بذور العطاء في أول الطريق بداية عامنا المنصرم. مع ولادة الشمس يوم السنة 37 بعد 400,000، كنا كل صباح نتكاتف سوية لسقايتها، وأرواحنا جذلة وفي غمرة حب. وانطلقنا وكان هدفنا الأسمى هو السعي الحثيث للجودة في التعليم من خلال أنشطة مدرسية جاذبة ومشاريع تعليمية منوعة. وها نحن الآن على مشروفة حصادها، نقتطفها من هنا ومن هنا نلملمها، ومن هنا نعرضها لكم. وهنا لكم حكاية التميز نرويها بقلوب خفاقة وأعين براقة، نتنقل فيها بين أقسامنا الأربعة: قسم الروضة، قسم الابتدائي، قسم المتوسط، القسم الثانوي. فاصغوا لحكايتنا جيدا. المسارات التعليمية قسم الروضة، ويشتمل على 3 مسارات: التعليم العام نور البيان الدبلومة الأمريكية، القسم الابتدائي ويشتمل على 2: التعليم العام تحفيظ القرآن الكريم، القسم الثانوي ويشتمل على 2: النظام الفصلي نظام مقررات. تحقيق مراكز متقدمة في العديد من المجالات: حصول المعلمة خزن الحجباني جائزة التميز على مستوى المملكة في دورتها 6، حصول المعلمة روان النفيسة على جائزة التميز على مستوى المحافظة في دورتها 7، تحقيق الطالبة شهد القحطاني الفوز على مستوى المحافظة في الأولمبياد الوطني إبداع 2016 في مجال الابتكار، تحقيق الفوز في مسابقة تدبر للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها التابعة لقسم التوعية الإسلامية، وذلك على مستوى محافظة الخرج. أولا في مجال القرآن الكريم، حققت الطالبة سلمى آل صبحان بالصف الأول متوسط المركز 7 في حفظ 30. ثانيا في مجال السيرة النبوية، حققت الطالبة سديمة الدوسري بالصف الأول متوسط الفوز بالمركز الأول في حفظ 50 سؤالا في السيرة النبوية. تحقيق الطالبة سديمة الدوسري بالصف الأول متوسط المركز الأول في الأولمبياد الوطني في مادة الرياضيات على مستوى محافظة الخرج. تحقيق الطالبة شهد ذياب المركز الأول على مستوى محافظة الخرج في مسابقة الفنون. تحقيق الطالبة لمى المجرن من الصف 3 ثانوي على المركز الأول في النثر لحفل إدارة التربية والتعليم باليوم الوطني. حصول مدارس الجامعة على الأسبوع التمهيدي المتميز على مستوى المحافظة. مشاركة طالبات المرحلة المتوسطة في مسابقة الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله لحفظ السنة النبوية في دورتها 11 على مستوى محافظة الخرج. المشاريع التعليمية والبرامج التربوية: ملتقى سيدات الأعمال الصغيرات، مشروع حقيبة المثالية في القسم الابتدائي، مشروع أديب المستقبل لتنمية حب القراءة لدى طالبات المرحلة الابتدائية، مشروع لا حدود لإبداع الثاني يجمع كل مواهب طالبات المرحلة المتوسطة باختلافها، تفعيل مشروع فطن البرنامج الوقائي للطلاب والطالبات
الصادر من وزارة التعليم تحت عنوان ضوء أحمر، مشروع الفصول المتحركة، مشروع فصول التعليم الممتع. الشخصية سنبلة تقود طالبات المرحلة الابتدائية نحو القيم والحفاظ عليها. مشروع وطني أمن وأمان، فكر وحضارة للمرحلة الابتدائية، نادي القراء للمرحلة الثانوية. مشروع إنجازي في 7 دقائق لتقوية الملكة اللغوية لطالبات المرحلة الابتدائية، والعديد من الأنشطة اللامنهجية. تفعيل اليوم العالمي للطفل في قسم الروضة تحت عنوان المرح بالماء. ختام الوحدات ومن أبرزها رحلة من مطار روض الجامعة للتنقل بين أزياء الشعوب، وذلك ختاما لوحدة الملبس. تفعيل برنامج وطني هويتي بالإضافة إلى تكريم أبناء المرابطين. ورشة عمل خطوط مستقيمة التابعة لقسم التوعية الإسلامية، والتي عنيت باستقامة الفتاة وهدايتها، ومحاولة جادة لتعديل السلوكيات الخاطئة. ورشة عمل وسائل التواصل بين السلب والإيجاب ضمن فعاليات مشروع فطن، معرض إبداع وإمتاع لعرض مشاريع نظام مقررات. مهرجان الكيمياء للمرحلة الثانوية لإجراء التجارب العلمية العملية، وقد شمل جميع مجالات الكيمياء. دورة الوعي الذاتي ضمن برنامج فطن لطالبات المرحلة الثانوية. ورشة استقم للأمهات ضمن برنامج فطن. دورة تطوير الذات أراك في القمة لطالبات الصف الثالث ثانوي. المسابقات والمنافسات المحلية، مملكة الإملاء، حفظ أذكار المسلم اليومية، الصوت الذهبي، فارسات الخط العربي، اقرأ واكتب بثقة، أولمبياد الابتكار لطالبات مدارس الجامعة لجميع المراحل. توجت هذه الأنشطة برحلات ترفيهية لمشتل الخرج النسائي لجميع المراحل. المشاركة المجتمعية، استضافة لجنة جائزة التميز بإدارة التعليم بالخرج لإقامة دورة للطالبات المشاركات في مسابقة جائزة التميز. مشاركة قسم الابتدائي وقسم المتوسط في حفل المتفوقات التابع لقسم التوجيه والإرشاد بإدارة التربية والتعليم بالخرج. مشاركة القسم الثانوي في الاحتفاء باليوم الوطني على مستوى إدارة التعليم بالخرج. مشاركة قسم الروضة في فعاليات افتتاح مشروع المدينة الإلكترونية لطفل المستقبل في الروضة الثاني في المصانع. استقبال وتنظيم اجتماع مديرات رياض الأطفال في محافظة الخرج. زيارة طالبات المرحلة الثانوية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان، برنامج توعوي بالمشاركة مع مكتب دعوة الجاليات. استضافة ملتقى التعليم الأهلي والأجنبي لإدارة التربية والتعليم. استضافة ملتقى التطوع. استضافة الندوة الثقافية لليوم الوطني لإدارة التربية والتعليم. كما يتم استضافة العديد من المناشط والمناسبات التربوية على مسرح المركز الثقافي لمدارس الجامعة. الدروس التطبيقية على مستوى محافظة الخرج. مدارس للعلا ترقى، فكم كانت سنن تبقى منارا للهدى يدعو. فهذه الجامعة تبقى مدارس للعلا ترقى، فكم كانت سنن تبقى منارا للهدى يدعو. صنعنا الفكر للقادة، تميزنا لنا عادة، فكم حلق وكم نادى طموحا للعلا يشدو. لا 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 لا
جائزة الجامعة للتميز، جائزة دورية تعبيراً عن تقدير مجلس إدارة الشركة واعترافه بالجهود المبذولة من قبل منسوبي ومنسوبات الشركة في الميدان التربوي بمبلغ يتجاوز 170,000 ريال. هكذا حكايتنا نسجناها لكم بفيض محبة، وأرواحنا تنتشي بالإنجاز، وهكذا على مشارف الأفق تربعت منا الهمم، أقوال تتحد وأفعال تنم عن خير وفير يحملونه بين جنبيهم، وشكر خالص لكل من كان له بصمة في هذا الإنجاز. ننهي الحكاية، لكن غمام العطاء منا لم ولن ينتهي، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.